صباح الخير لكل مشاهدين الام تي في. اليوم بفقره كتاب رح نستضيف الكاتب الفرنسي من اصل لبناني ألبير ديشي، اللي معروف خاصه انه هو مختص بكل اعمال وبادب الكاتب الفرنسي والشاعر والكاتب المسرحي جان جوني. واليوم اكيد رح نتعرف من خلال هالحلقه ليه هالقد عنده اهتمام لهالكاتب العظيم، وليه كرس له اكثر من يمكن 6-7 كتب ايضا. ولكن لنكون حضر معنا باستوديو، انا حابه احكيكم شوي عن كل الامور اللي رح تحصل بالسالون دو ليف فرانكوفون 2012 اللي رح يبدا ب 26 تشرين الاول ل 4 تشرين الثاني، وكمان رح يحضر اكثر من 65 كاتب فرانكوفوني عالميين، ومنهم اكيد لبنانيين اصدروا كتب جديده. رح يكون في كمان محاضرات مهمه جدا، ورح يكون في ايضا فينا نقول الكثير من الجوائز الادبيه، منها جائزه اكيد اللي هن ضيوف الشرف لسالون دو ليفر اكيد فرانكوفون 2012 اللي هو البري غونكور، وايضا لو شوا دو لوريان اللي هي جائزه جديده بتترأسها الكاتبه والشاعره هيام يارد، واللي كمان من كم يوم كان عندنا كان عم نحضر محاضره حولها، اللي بتتضمن جائزه لثمان كتاب فرانكوفونيين كتبوا بهالروايات الجديده مواضيع بتختص بالشرق. ومثل ما قلت لكم بالحلقه الماضيه، الام تي في رح تكون عم بتغطي حصريا هالسنه هالحدث الادبي العظيم. وفينا نقول انه لو سالون دو ليفر فرانكوفون دو بيروت هو المعرض الكتاب الثالث اللي فينا الاكبر عالميا من بعد سالون دو ليفر اللي بيصير بباريس وبيصير بكندا ايضا، لبيروت هو البلد الثالث. خلينا اليوم نحكي وعرف على ألبير ديشي قبل ما يوصل، هيك ايضا بتتعرفوا عليه اكثر، وعلى جان جوني لانه رح نحكي عنه ايضا كثير، لانه فينا نقول انه ألبير ديشي اليوم موجود بلبنان لمحاضره اقامها امبارحه بعنوان جان جوني اي لوريان. نشوف قديه الكاتب والشاعر عطى بأدبه للشرق، خاصة أنه منعرف أنه هو كان من مدافعين الشعب الفلسطيني أيضا، وهذا كمان رح نكتشفه أكثر. ألبير ديشي هو من مواليد بيروت سنة 1953، ولكن انتقل العيش إلى باريس سنة 1975 أول ما اندلعت الحرب اللبنانية الأهلية، وهو كاتب وباحث ومدير الأدبي للإيماك اللي هي انستيتو ميموار دو ليديسيون كونتمبورين، وهو متخصص بأدب جان جوني مثل ما قلت، وأيضا لديه مجموعة كتب مهمة كثيرة ومجموعة مقالات نشرت بصحف ومجلات أدبية عالمية. ومن كتبه فينا نقول هو مجموعة بيبيوتيك دو لا بلياد عن جان جوني، وأيضا إسي دو كرونولوجي لينومي ديكلاري وغيرها، كما أنه ساهم بكتابة 2 سيناريو لفيلم وثائقي عن الكاتب جان جوني اللي هو لو فاغابون سنة 1991، و جان جوني ليكريفان سنة 1994. وأيضا فينا نقول أنه كمان عد وقدم برامج تلفزيونية وإذاعية عن عدد من الكتاب المهمين بفرنسا
وبالعالم الفرنكوفوني، منهم أكيد جان جوني، منهم جورج شحادي وغيرهم أيضا. وبالمحاضرة اللي ألقاها مبارحة ألبير ديشي، فينا نقول أنه حكي كتير أمور مهمة عن هالكاتب اللي فينا نقول فريد من نوعه جان جوني. واليوم رح نكتشف أكثر من خلال الحلقة ليه اهتم أنه يحكي عنه هالقد، علماً أنه كمان لازم نقول أنه جان جوني هو كاتب وشاعر وكاتب مسرحي، ولد سنة 1910 وتوفى سنة 1986. ووقتها كان عمره بس 7 أشهر، أمه اللي أكيد كانت حبلت بدون ما تكون متزوجة حطته لميتم، ومن هيك تبنته عائلة. وبعمر 10 سنين جان جوني بلش يسرق، وهذا أكيد من الأمور كتير متعلقة بالمشاكل النفسية اللي كان عم بيعاني منها، خاصة أنه كان متبني وانحبس عدد من المرات. وأيضا بكتاباته كان واضح عنده شذوذه الجنسي، بقى كان شوي يصدم. ولكن في كتير كتاب مهمين وفلاسفة مثل سارتر وكوكتو كانوا معه بكتاباته هذه المهمة، ولكن في ناس أيضا كانت ضده. ويمكن من المهم أنه نعرف ليه هذا الإنسان العظيم الكاتب اللي اليوم فينا نقول من أهم الكتاب الفرنسيين هل قد أخذ شهرة، ولكن هو فينا نقول مثل أنتي إيرو، قد ما عنده مشاكل بحياته، منها أكيد المشاكل الاجتماعية لأنه انحبس عدد من المرات كتير، المشاكل النفسية من السرقة ومن شذوذه الجنسي. وبكتاباته الصريحة اللي صدمت الكثير خاصة بأيامه منا عن السياسة، والسياسة كان كمان يعني يدمج فيها الكثير من الوضع الجنسي اللي كان عم بيعيشه، الحالات النفسية اللي كان عم بيعيشها. وأيضا كتاباته كانت جميلة جدا وأسلوبه رائع جدا ومواضيعه صريحة وجريئة أيضا جدا. وفينا نقول أنه اليوم بسالون دو ليفر فرانكوفون اللي رح نغطي أكيد يوميا بكتاب على مدة 10 أيام، وأيضا ببرنامج خاص من عشية مباشرة من البيال، رح كون أيضا عم بقابل كتاب فرنسيين عالميين أيضا. حلقة لكينا منبقى مع بريك ومنرجع مع حديثنا مع ألبير ديشي.